لك الحمد لله. اليوم نصور عادة مباراة باهية، وإن شاء الله واحد يزيد يخدم على روحه ويقدم ما خير، وبزيد إن شاء الله قدرة ربي نعطي ما خير لجماعة إن شاء الله. الحمد لله رغم الابتعاد عن نسق المباريات ترجع في فورمة كبيرة، شنو السر هذا متاع العودة للفرشور وتقريبا كأنك ما بعدش على الميادين؟ والله صحيح، نتصور كيما تشوف حتى في الأوروبا والجوال كي تضرب لازم كي يرجع يبدأ عن فورم. الحمد لله عملت بريباراسيون باهية، اليوم كيما ترى نتصور ماتش ما كانش سهل صعيب، وزيد نحن صعبنا على بعضنا يا ياسر، لكن الحمد لله عاونت أصحابي بلا نقدر، وهذه معناتها حاجة مش جديدة، وإن شاء الله كيما قلت لك واحد يقدم خير في المباريات الجاية ونرجع إن شاء الله للنيفو نتاعي إن شاء الله. هو المهم 3 بوان اليوم، نحكيوش على الماتش، نعرفوا لكل ماتش باش يجينا رصوصة باش يكون ماتش صعيب، معناتنا ماناش مستسهلين المنافس. اليوم شفتوا برشا اوكازيونات جاو مالغري معناتها اللي كونوا ضيعنا برشا، هذا ما يمنعش كونوا 3 نقاط في بلادنا، باش نمشيو بريحية عنا توا الشامبيونز ليغ ماشي نيجيريا ان شاء الله نخمو في المباراة الجاية. وكاو برافو للقاصرين اللي جات عادت مباراة ممتازة في صوص. والله صحيح، نتصور المباريات توا في الفاصل تور كل باش يبداو صعاب، كي سوا جماعة كبيرة ولا جماعة صغيرة تلعب ضدهم. لكن الحمد لله نتصور اليوم ضيعنا برشا اوكازيونات، ما حلفناش الحظ، لكن الاهم هو 3 بوان، وجات معناتها الكره اللي ماركيناها، وكيما ترى ضيعنا بينالتي. ان شاء الله معناتها الماتشات الجايين معناتها نكونفيرميو من الاول من ديبي دي ماتش كيما مستنسين، ونسالوا على بعضنا معناتها البارتي، لكن الحمد لله الاهم حاجه هي 3 نقاط. اليوم فماش لكن، فما واء، لكن مش موجوده، تعرف علاش مش موجوده؟ لكن لانه الكل ماشي في سونس واحد، اداء ممتاز، فرص متعدده، مردود بدني غزير، دخول لاعبين كانوا مصابين ورجعوا إيجابية، انتصار 3 نقاط، رجوع بعد فترة طويلة في نسق المباريات. شنو اللي تحب؟ ما فماش لكن، فما واء، والواء هذه تجي لجمع كل النقاط هذية الإيجابية واللي شاركوا فيها لاعبين، إطار وخاصة جماهير اللي أعطت سند، لأنه الفريق كان أمامه فريق ممتاز مستقبل قصرين، أداء طيب على المستوى الدفاعي وخاصة تألق حارس مرمى. إذا تعرف اللي فما ما يقارب 7 فرص كادري الحارس يتصدلها، 6 عرضات ما تدخلش، والفريق يواصل في التركيز تاعه، ما تنجم كان تكون فرحان على الأداء الإيجابي هذا اللي عليه هو تبني نو سولمون المستقبل البعيد، لكن تبني المستقبل القريب اللي هو في ظرف أسبوع، وين باش تمشي باش تمثل تونس أمام نيامبا. دونك حاجه مثل دجال الصدر انك تاخذ 3 نقاط بعرق وبتعب، لانه كانت فما ضربه جزاء اخرى ما تزفرتش، وكانت فما ضربه جزاء ضيعناها، وتعرف ضربات ركلات الجزاء نجم تكون هكا ولا هكا. الحمد لله الانتصار هو اللي يحسب للفريق باكمله، لكن ان شاء الله في المباريات الجايه الانتصار يكون باكثر غزاره بالاهداف. صحيح ما قبلناش وهذا ايجابي للدفاع، لكن ان شاء الله نسجلوا اكثر في المباريات الجايه. وللذاكره فقط، المباريات اللي تلعب مع فرق تلعب عن زول ديما صعيبه، نذكرك عمناو في جربه عملنا مباراه صعيبه ضد قفصه عمناو وضد قابس هنا بصعوبه، دونك لما تنتصر فما نكهه تاع اداء الواجب، وخاصه نكهه انك قمت كل شيء باش تجيب 3 نقاط. ربي يوفقنا في بقيه المشوار.